أهلا بكم من جديد. اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط ساحة العباسيين من جهة جوبر، وشهد ريف دمشق معارك عنيفة بعد إعلان الثوار سعيهم للهجوم على مطار دمشق الدولي. كذلك سجلت اشتباكات عنيفة بين الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام في جبل الشيخ ضد ميليشيات الدفاع الوطني التي حاولت التسلل إلى داخل بلدة بيتيما. وعند الحديث عن معارك دمشق وريف، يبرز اسم الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام كأحد الفصائل المشاركة في معارك دمشق وعدة مناطق أخرى على امتداد الجغرافيا السورية. نتابع. في ريف حماة الشمالي. الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام اسم حاز على شهرة إعلامية في الآونة الأخيرة نتيجة دوره العسكري في معارك دمشق وريفها وريف مدينة حماة، وخاصة بعد السيطرة على رحبة خطاب ومستودعاتها العسكرية، ومؤخرا سيطرته على حاجز عارفة وتقدم الثوار على جبهة جوبر نحو العباسيين وسط دمشق، مرورا بقصف مواقع أمنية وعسكرية داخل العاصمة، كذلك المساهمة في فك حصار عن الثوار في المليحة. الله أكبر. وارتبط اسم أجناد الشام مؤخرا في استهداف مواقع عسكرية وأمنية في دمشق، الذي جاء ردا على مجازر النظام التي ارتكبها في عيد الفطر بحسب بيانات الأجناد التي أشارت إلى إمكانية استمرار عمليات القصف إذا استمر استهداف المدنيين في المناطق المحاصرة، وصولا لخلق توازن رعب مع قوات الأسد. ونفى الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام مسؤوليته عن استهداف مناطق مدنية بقذائف الهاون. تبقى دمشق هي الهدف الاستراتيجي بالنسبة لكل القوى الفاعلة على الأرض، ومع كل معركة تفتتح الأسئلة عن مستقبل كل العمليات في دمشق. ومن هذه المعارك معركة تحرير حاجز عارفة ومعركة جوبر التي تتيح للثوار من خلالها تقدما كبيرا على الأرض تجاه قلب العاصمة، خاصة وأن النظام يعمل بشكل حثيث لاستعادة السيطرة عليها من خلال عمليات الاقتحام المعززة بالمدرعات والآليات الثقيلة التي باءت كلها بالفشل حتى الآن. أرحب بضيفي أبو محمد الفاتح، قائد الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، القائد العام من ريف دمشق. السلام عليكم شيخ أبو محمد. يعني نبدأ بسؤال الجميع ربما بحاجة أن يتعرف عليه أكثر من قبلكم، ما هي أجناد الشام؟ كيف جاءت؟ ما هي أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كما بفضل الاتحاد الإجناد هو الفصائل الفاعلة المحيطة بمدينة دمشق. اعتبر الوجود أو ثقل الاتحاد الإسلامي الأولى هو التواجد على كافة الجبهات المحيطة بمدينة دمشق، فللاتحاد الإسلامي جبهات واسعة ممتدة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وفي منطقة القلمون والمنطقة الجنوبية المحاصرة وفي جبل الشيخ وغيرها من المناطق والجبهات. الاتحاد الإسلامي تشكل قبل حوالي 8 أشهر من مجموعة من كبريات المحيطة بالعاصمة دمشق، وهدف الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام هو تعزيز العمل المشترك من أجل إسقاط نظام الأسد وتفعيل العمل الجماعي على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية. وينطلق الاتحاد الإسلامي من مرجعية شرعية وله تواجد عسكري وقيادة عسكرية موحدة، أثمرت هذه الجهود بفضل الله عز وجل في عدد من المعارك الفاصلة في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وغيرها من المناطق المحيطة بدمشق، لا سيما في المعارك الأخيرة معركة نفحات بدر التي كان أهم نتيجة لها تحرير حاجز عارفة في أقرب نقطة إلى مدينة دمشق المطلة على ساحة العباسيين، والعملية الأخيرة التي لاقت الكثير من التساؤلات والتحليلات التي هي عملية صواريخ الأجناد الذي كانت الهدف من استهداف المواقع الأمنية في عقر دار النظام وفي قلب مدينة دمشق. طيب الآن بما أنه من الأهم الأهداف هي تعزيز العمل المشترك إسقاطنا وتفعيل العمل الجماعي، هناك من يتساءل بأن جيش الإسلام أعلن عن معركة تطويق مطار دمشق، هل الأجناد تشترك مع جيش الإسلام فيها؟ بفضل الله على هناك غرفة عمليات المليحة التي تشهد معارك مستمرة 30 يوما،
هذه المعارك المستمرة التي هدف النظام من خلالها إلى جر الفصائل الموجودة في الغرفة إلى معارك استنزاف وكسر إرادة المجاهدين المحيطين بدمشق وتوسيع المحيط بدمشق لاستبعاد القذائف والصواريخ. كان هناك عالي غرفة عمليات ومن مطلقة من هذا العمل المشترك كان أكثر من لدعم صبت كل هذه الجهود في أثمرت بمعركة إنما على العسر اليسرى التي كسرت الطوق والحصار عن المدينة المحاصرة في المليحة. وفي هذا السياق تأتي معركة نفحات بدر في جورة وتأتي معركة تطوير الحصار التي أعلنها الأخوة في جيش الإسلام في الليلة الماضية. طيب تحدثنا عن حاجز عارفة، هل هناك خطط عسكرية للتقدم أكثر؟ لا أعلم ما هي المخططات، ربما لا يجوز لي أيضا أن أسأل هذا السؤال لأن معارك عسكرية تأتي بشكل سري، لكن هل هناك خطط قادمة فيما يخص العاصمة على وجه الخصوص؟ طبعا بلا شك أخي سؤال والشارع والسؤال المسل والخارج وجميع المهتمين بجبهات العاصمة دمشق. أخي الفضل، لا يمكن للنظام أن يسقط إلا إذا ودد في عقل داره. نعم. وطالما أن الجبهات بعيدة عن مدينة دمشق فهذا يعني أن النظام في مأمن ولن نستطيع أن نصل إلى رأس الأفعى، ولذلك لابد من تفعيل قد دمشق. المليحة هي إحدى الجبهات أو إحدى بوابات مدينة دمشق وجوبر كذلك الأمر. طبعا لم تنتهي المعارك عند نفحات بدر ولا عند معارك المليحة التي لا تزال إلى الآن مستمرة، وإنما بنك الأهداف مليء عند جميع الفصائل وجميع المجاهدين والتنسيق عالي فيما بينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوج هذه الجهود بمعارك قريبة تشفي صدور المؤمنين وتهدد النظام في عقر داره. فدمشق بالنسبة لجميع الفصائل هي الهدف الذي يسعى الجميع من أجل تحقيق السيطرة عليه بإذن الله. طيب شيخ محمد، صواريخ الأجناد هل أتت كلها كما كنتم تتوقعون؟ نعم، في الحقيقة كما هو معلوم الشعب السوري يتعرض لإبادة جماعية على مرأة ومسمع من العالم. تحول الشعب السوري إلى حقل تجارب للسلاح الإيراني والسلاح الروسي، وبأي آثمة يوظفها النظام السوري تفتك في دماء وأعراض الشعب السوري. شهدت الغوطة الشرقية بشكل خاص وبعض الجبهات في ريف دمشق تصعيدا من قبل النظام بالقصف، قصف شديد غير مسبوق استهدفت فيه الساحات التي يتجمع فيها المدنيون واستهدفت فيه الشوارع المكتظة بالناس من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا والقتلى. هذا الإجرام المتصاعد للنظام وخاصة المجازر التي كانت في أيام عيد الفطر المبارك استدعت الدخول في استراتيجية عسكرية جديدة لردع النظام عن الاستمرار في الإغال بدماء السوريين في المناطق المحررة. من هنا كانت عملية صواريخ الأجناد. ومن الطبيعي عندما تطرح استراتيجية عسكرية جديدة تتعرض لبعض الانتقادات، ونحن وصلتنا بعض الاعتراضات عن هذه العملية. نحترم الصادقين من الذين لم يروا حتى الآن نتائج جيدة لهذه العملية، ولكننا نقول لكثير من الذين أيدوا هذه العملية وبالأخص الناس الذين يرون عهر النظام واستبداده داخل مدينة دمشق الذين طالبوا باستمرار هذه الصواريخ التي تنزل فوق رؤوس المواقع الأمنية والعسكرية داخل مدينة دمشق. نعم، هذه العملية آتت أكلها، ولكن عملية صواريخ الأجناد لم تنتهي وإنما انتهت المرحلة الأولى منها فقط. طيب لكن هناك من كان يتحدث بأنه هذه الصواريخ كانت ضحاياها مدنيين، هل هذا صحيح؟ أنتم خرجتم بنفي، ما التوضيح في ذلك شيخ أبو محمد؟ أخي الكريم، نحن نطلق في عملنا في عملية صواريخ الأجناد أولا من تفصيل شرعي، ثم من موازات شرعية غطاؤها السياسة الشرعية الإسلامية، ثم بعد ذلك من استراتيجية عسكرية. نعم. الأجناد لم يعلن هذه العملية بطريقة عشوائية حتى تؤدي الأبرياء. كل يزاود علينا بقضية على دماء المدنيين نقول له بأن دماء أهل الشام هي دماؤنا، فدماؤنا دمشقية وأرض الشام أرضنا وأهل الشام هم أهلنا. وقد كانت من ضمن الاستراتيجية العسكرية التي اتبعها الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام
هو الخروج ببيان واضح، ببيان واضح ومسبق. نعم. حددنا فيه الزمان والمكان ونوع السلاح والأهداف التي نريد استهدافها، بعد ذلك كله من تحذير جميع المدنيين المتواجدين في هذه المناطق. الاتحاد مسؤول عن الصواريخ، صواريخ الكاتيوشا المصنعة محليا في معامل الدفاع في الاتحاد، مسؤول عن الصواريخ التي نزلت في المواقع المستهدفة التي أعلن عنها الاتحاد بشكل رسمي، وهي التجمع الرئاسي في الحي المالكي والمنطقة الأمنية والعسكرية في المدينة 86 والمنطقة الأمنية في كفر سوسة وغير ذلك من القذائف التي نزلت في دمشق، الاتحاد غير مسؤول عنها، بل نحن نقول إن النظام بطريقة واضحة هو المعني بهذه القذائف التي استهدفت المدنيين. وربما اطلع البعض على صفحات التواصل الاجتماعي عن الخلاف الدموي الذي حصل بين شارع النسرين بوابة المنطقة الجنوبية وبين فرع الدوريات فرع فلسطين، استهدف فرع الدوريات شبيح شارع النسرين وقتل عدد منهم، فكان الرد من شارع النسرين بقصف قذائف الآون التي نزلت في حي الطبال المجاور لفرع الدوريات وقتلت عدد كبير من الأبرياء المدنيين. ولذلك كل القذائف التي نزلت في غير مواضع ثلاثة التي أشار لها الاتحاد هي قذائف أسدية. طيب أبو محمد أجناد الشام، هناك نقول بأن لديكم أسرع من الأقليات، هناك من يتساءل الآن ما هو مصيرهم، وقبل ذلك ما هي أسباب اعتقالهم؟ لأنك تعلم أنت أي شيء يتعلق بالأقليات الآن ربما تفتح له جبهات إعلامية. في البداية أعطنا أسباب الاعتقال، بعد ذلك إذا أردت أن تعطينا أو تعرفنا على مصيرهم. لابد أن يوضع هذا الموضوع في سياقه. فالاتحاد الإسلامي لأجناد الشام كان أحد الفصائل المشاركة في معركة تحرير مدينة عدرا العمانية. ولدى تحرير هذه المدينة كان هناك الكثير من الأسرى العسكريين، وهؤلاء نعم موجودين بعهدة الاتحاد الإسلامي، والاتحاد الإسلامي يتواصل مع عدد من الأطراف لتحقيق صفقات مناسبة ترفع عن أهل الغوطة الاستضعاف الذي هم فيه وتخرج المعتقلين الذين هم بالألوف في سجون النظام. لكن كان في هذه المدينة أيضا يوجد عدد كبير من المدنيين، المدنيين من كل الطوائف، فيهم من السنة وفيهم من الأقليات. عندما حاول هؤلاء المدنيون المستضعفون الخروج من مدينة العمالية قام النظام باستهدافهم، وهم أثناء الخروج حين سمح لهم المجاهدون الخروج من المدينة والخروج من بؤرة الصراع، ولكن النظام استهدفهم في الطريق، وتشهد على ذلك عشرات الجثث من كل الطوائف التي كانت ملقاة على الطريق، ووثق ذلك لدى عدسات الإعلاميين. بعدها تم إيواء وحماية عدد من هؤلاء المدنيين الذين لا يزالون موجودون في عدد العمالي وفي الشرقية. هؤلاء كانوا ولا زالوا موجودين من أجل فسح طريق مناسب لحفظهم وإيصالهم وذويهم، ولا يزال الاتحاد الإسلامي يتواصل مع عدد من الأطراف كالأمم المنظمة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهلال الأحمر من أجل تحقيق إخراج هؤلاء من الغوطة إلى أهاليهم سالمين. يعني لا يعتبروا أسرى؟ لا طبعا، الأسرى هم العسكريون الذين كانوا يقاتلوننا داخل مدينة عدرا العمانية. طيب السؤال، النظام هل اهتم بأسراه إن صح التعبير، يعني قام بالتفاوض معكم أم لم يهموه بالبتة؟ العجيب في القضية أن النظام لا يكترث أبدا لا للأسرى ولا للمحتجزين من المدنيين الذين نحاول إخراجهم الأقليات على الإطلاق، بل على العكس من ذلك. نعم لا 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 يلقي لهم بالا، بل على ذلك كلما فتحت ملف الأسرى أو غيرهم كان يسأل النظام هل بينهم من قوات حزب الله، هل بينهم عراقيون، هل بينهم إيرانيون أو خبراء أو ما أشبه ذلك. أما كانوا لا سيما من طائفته فإنه لا يكترث لهم، فعنده منهم الكثير كما قال بعض المسؤولين عن ملف التفاوض لدى النظام. نعم. طيب ما هي أسباب انسحاب ألوية الحبيب المصطفى من أجناد الشام؟ الفاضل أسحب تشهد اندماجات وانفكاكات لأن الصورة ليست واضحة حتى الآن،
وفي أمير الحبيب المصطفى كان موجود قوي منذ تأسيس الاتحاد الإسلامي، ويشهد لهم بذلك وتشهد لهم المعارك، إلى أن بعض الخلل التنظيمي الذي حصل بين قيادة الاتحاد الإسلامي وقيادة أمير الحبيب المصطفى أدى إلى هذا القرار من الطرفين بين الاتحاد في أن يكون مستقلا في المرحلة، كما يعاد ترتيب الشق الدوماً، ولا تزال الاتحاد الإسلامي وألي الحبيب المصطفى جنبا إلى جنب في جميع الخنادق وعلى جميع فضل الله، كما هو الحال مع سائر وكامل الفصائل. طيب كيف تنظرون لتنظيم الدولة وجبهة النصرة؟ فقدنا الاتصال على كل بالشيخ أبو محمد الفاتح، شكرا له على كل ما تحدثنا به والمزيد من هذه التوضيحات التي تحدث فيها أبو محمد الفاتح قائد الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، كان ضيفي عبر سكايب من ريف العاصمة. ألقاكم غدا بذات التوقيت أيها الأفاضل، فإلى تلك الساعة بأمان الله.